تعلمون أن عاشت مدينة طنجة طيلة 4 أيام لمهرجانها الوطني نسائم الأندلس. اليوم نختم بهذا الكرة الجهة اللي هو حدث تاريخي سواء لمدينة طنجة أو للجهة. فطبعا المشاركة ديال التلميذات والتلميذات حوالي أكثر من 500 مشارك ومشاركة حجوا من جميع أقاليم الجهة ليقولون للكل كون أن هذا التراث هو بخير وأنهم يسعون دائما إلى تلقين هذا التراث قصد التثقيف والتهذيب وإعطاء الذوق الرافع للمنظومة التربوية الحالية. أنا المشاركة ديالي غنسكر باسم الكورال ديال طنجة الكبرى كاملة الجمعية والحضور، وخصوصا على حيت دابا اللي كنشوفوا في هذا الوقت ديالنا الكنز اللي ورثناه هو طرب الأندلسي بحال اللي بدينا كنفتقدوه، يعني ونسائم الأندلس جات باش تعاود تحييه في القلوب ديال الجيل الصاعد.